عايز اتعرف على الاصناف دي واعرف ازاي دي ما انتشرتش في مصر. الاصناف كلها مزروعه وانتاجيتها ممتازه جدا وبتوصل لاحجام انا شايفها هايله، ليه ما انتشرتش في مصر؟ الاصناف دي موجوده هنا في الوقت التوقيت دوت الحالي ليه؟ الموضوع هو هنرجع ورا من حوالي 5 سنوات. احنا كان عندنا محطه تجارب في اسماعيليه، محطه تجارب خاصه بشركه رجزوان. المحطه دي كانت مخصصه للسوق المصري او السوق المحلي. عايز اقول حاجه بمحرك بدون مقاطعه حضرتك، محمد السيد يا جماعه، هو احنا طبعا مصرين ان احنا لازم ندوق الاصناف دي عشان نعرف هل تتناسب مع السوق المصري ولا لا. احنا بنحب الحاجه المسكره، فهندوق عشان نعرف الاصناف دي. مطلوب منك اخ محمد تقطع بشكل حلو بحيث ان احنا ندوق، عايزين ندوق والناس من خلالنا هتفهم الحاجات دي فعلا تتناسب معنا ولا لا، وانا امين في الحاجات دي. بس تقطع البص، عايزين نقطع الدنيا. يلا، انا حاسس ان في حاجات كده الوانها مش هتبقى، سيبك من اللون، مالناش دعوه باللون صح؟ ماشي. خد بالك احنا جايين في وقت برضك الطعم هيبقى شويه مختلفه، لان احنا دلوقتي الحصاد في الوقت دوت بيقلل شويه نسبه السكر، احنا لازم نحصد بدري عشان السكر يبان، وانما وقت الحر دايما مش محبذ في الحصاد. عندنا هنا دور عظيم جدا، حوالي 80% من الدور اللي بنقوم بيه دور بحثي. صح كده، بنعمل تجارب. الدور الثاني ان احنا بنقدم الاصناف لكل الناس اللي بتشتغل في الزراعه، بنقول لهم دي الاصناف الجديده وده حجمها ودي انتاجيتها وممكن نقول كمان اسواقها. خلي بالك بناء على النتائج اللي طلعت من المحطه اللي كانت موجوده في اسماعيليه، الشركه في هولندا والاداره اداره الحاس والتطوير اقروا ان لازم نستثمر بنفسينا في مصر. استثمارات تصل في المحطه اللي احنا موجودين فيها هنا تصل لحوالي 20 مليون جنيه مصري. بناء عليه عملنا يوم حقلي للبطيخ والشمام للشرق الاوسط كامله، جبنا كل الاصناف الخاصه بشركه رجزوان اللي بتباع في كل الدول اللي حوالينا زي الجزائر، زي المغرب، زي العراق، زي لبنان، والكتالوج كامل فرشناه على الارض هنا. زي ما انت حضرتك شايف المكان كاملة بالأصناف، تقريبا 80% منها أصناف مش شغالة في السوق المصري. احنا جبناها عشان اليوم الحقلي نعمل تنشيط اليوم الحقلي للدول اللي حوالينا، بجانب ان احنا عملنا أنشطة محلية، جبنا تجار مصريين، جبنا مزارعين مصريين، جبنا تجار كبار في سوق العبور وسوق أكتوبر، فرجناهم على الأصناف، عرفناهم ان الأصناف دي بتجود. شكرا كذلك عشان ما توقفش كده. عرفناهم الاصناف دي بتجود زراعتها في مصر، الانتاجيه بتاعتها وربحيتها مناسبه للمزارع المصري. في مصدر من المصدرين قال انا عايز اشتغل في الصنف دوت الكاريبيان جولد. وده اسمه ايه؟ ده يلو كناري، ده اسمه زلال، هو التايب بتاعته اسمه يلو كناري، هو بس اسمه الصنف زلال. ده شغال في الجزائر بصوره كويسه جدا وعاملين عليه برموش الاكتيفيتي ممتازه جدا. والابيض ده ايه؟ ده اسمه الهاني، ده هاني ديو، ده اسمه تاج محل. تاج محل ده صنف هندي يعني ولا ايه؟ هو لانه اول ما طلع في الهند. طبعا هو الشكل بتاعه من بره ما يدلش على الـ على الـ على المخبر بتاعه، من جوه هو طبعا لونه برتقاني من جوه. من اكتر الاصناف طعما وسكر، ممكن يوصل لحوالي 14 بريكس. وده ايه بقى؟ ده اللي هو البيلد سابو، ده السوق الرئيسي ليه في اسبانيا والمغرب. ومن ضمن الدول اللي هي بتنتج بكميه كبيره في المغرب عشان للتصدير لاسبانيا. النتائج دلوقتي عامله ازاي؟ يعني الناس فعلا عندها قبال هتبدا تزرع الانواع دي في مصر هنا؟ هو انا مزارع كبيره؟ في مزارع، احنا السنه دي خدنا 3 طيبات. الكريمسون سويت اللي هو البطيخ دوت، البطيخ ده ده في ناس كتيره جدا طلبوا مننا بذرة السنه دي، السنه الجايه اللي هتتزرع في شهر 1 و2، تمام، بحيث ان هم يبداوا يدخلوا في السوق. الصنف الازلال دوت برضك في ناس طلبت ان هي تخش منه وهتستخدمه وتدخله جوه السوق المحلي. نبه الناس لملاحظاتك في الزراعه على هذه الاصناف، هل بتتزرع في وقت واحد؟ هل لها مواعيد محدده في الزراعه؟ نبهنا كده لكل صنف الغرائب اللي فيه. تمام، هو ممتاز جدا السؤال اللي حضرتك سالته، يعني فعلا ممتاز. احنا دي اول مره نزرع الاصناف دي موجوده هنا في مصر، وزرعناها في 4 مواعيد مختلفه عشان اليوم الحقلي. فالموضوع اصبح لما لقينا في قبول من المزارعين، احنا هنبدا نتحرك ان احنا نزرع الاصناف دي في عروات مختلفه، ونبدا نقول له الصنف ده في العروه ده افضل، الصنف ده في العروه ده افضل. فاحنا لسه في طور التقديم. تمام، بس لما اجي ازرع السنه الجايه، انا عارف السنه الجايه البطيخ مثلا الصنف الكريمسون احنا عارفين امتى هيتزرع، هو بيتزرع مع البطيخ العادي بتاعنا من شهر 1 و2. يهمني قوي هنا اعرف برضو لو في صنف من دول بيتحمل الملوحه، في حاجه من دول ممكن تتحمل الملوحه؟ انت عارف احنا هنا بنرزع طبعا ري بحاري، وعندنا ترعه النصر جنبنا هنا. مزبوط. فده طبعا موفر لنا ميه عذبه، ميه نيل. مزبوط. لكن في الصحراء
نسبة المياه بتوصل 800-900 ممكن لغاية 2000-2500. هل المياه ده تناسب مع الكلام ده؟ 800-700 مقبول. تمام. هو الملوحة هي ايه تأثيرها على النبات؟ انا النبات مش معنى ان هو انا زرعت في ارض ان هو هيموت كله، لا، حسب نسبة الملوحة النبات بيدي لك انتاجية. لو انا نسبة الملوحة عندي مثلا 300 بي بي ام اللي هي مية النيل، انت بتاخد الماكسيمم انتاجية من الصنف. كل لو علت شوية بقت مثلا 600 أو 700، انت بدل ما هتاخد 10 طن لا انت ممكن تاخد 8 طن. لو علت ل 2000 ممكن توصل ل 5-4 طن. هي الموضوع نسبة وتناسب. لو علت اكتر طبعا لا، في اصناف ما بتشتغلش خالص. في اصناف بتتحمل زي الطماطم، الطماطم ممكن تحول ل 4000 بي بي ام واكتر، بس طبعا مع كمية مياه زيادة عشان تعمل ليتشينج وغسيل وكلام ده كله. انما الخضروات عامة صعب ان هي تتحمل ملوحة عليه.